نكمل كده نشوف الجديد عندنا ايه. ده فيديو قصير ونشوفه بيتكلم على ايه. بيتكلم على specialized cells دي involved في كذا شابتر مختلفين، لكن حبينا نجمعهم مع بعض عشان نخلص منهم مع cell structure. different cells ليها certain job. ناخد واحدة واحدة. ناخد الأوفم. بص يا الأوفم بتاعتنا دي سوري يكون تمام. الأوفم. إيه الأوفم؟ دي وان سيل. الوان سيل دي بروديوس باي أوفري إن فيميل هيومن فيميل أنيمال. فيميل هيومن فيميل أنيمال. من ستراكشر اسمه أوفري داخل الهيومن فيميل والأنيمال فيميل. الأوفم وان سيل. أونلي وان سيل. سيل ليها سيل ممبرين وليها نيوكليس طبعا مش باينة ما أقدرش أشاور عليها دلوقتي وليها سيتوبلازم. سيل ممبرين نيوكليس سيتوبلازم. لو دورنا على الاوفم هنلاقيها لارج ان سايز كومبيرد مع السبيرم اللي هنشوفه بعد لحظات. يبقى الاوفم لارج سيل، ولارج سيل لان ليها اماونت كوبيوس اماونت او لارج اماونت اوف سيتوبلازم ستورد لارج اماونت اوف فود ستابس نيدد فور زايجوت تو ديفايد. Needed for zygote to divide. امتى يكون الزيجوت؟ لسه هنشوف. مرة تاني الأوفم one cell produced by ovary. ايه إمكانياتها؟ ايه؟ لما أقول specialized مش بسأل على الجوب. الأوفم الجوب بتاعتها إنها to be fertilized by sperm بس. Fertilization. بيسموها جاميت. بيسموها جاميت، وجاميت دايما contain half number of chromosomes. يعني إذا كان الهيومن مان أو وومن عنده 46 كروموسومز فالإج تمثل 23 كروموسومز فهي هابلويد. فهي إيه؟ هابلويد يعني فيها هاف النمبر أوف كروموسومز 23 فقط. طيب 23 فقط دول الماتيرنال كروموسومز، دول اللي أنا استلمتهم من مامتي كده؟ دول ريسيفد من المذر. طيب يبقى الأوفم إمكانياتها في السي في تكتب إيه؟ تكتب أنا يا جماعة أنا عندي هابلويد نيوكليس، أنا كاري ماتيرنال كروموسومز، كاري ماتيرنال كاركترستكس أو كاركترز، ماتيرنال جينز. ماشي، أنت هابلويد؟ هابلويد يعني كام كروموسوم؟ يعني 23. طيب عندك إيه إمكانيات تانية؟ أنا عندي لارج سيتوبلازم، لارج أماونت، ومليان فود ستابس، نيدد لبعد للفيوتشر للفيت للمستقبل للمستقبل. طيب انت وخارجه من الاوفري يا ترى بتخرجي كده بيور سيل ميمبرين وسيتوبلازم ونيوكليس؟ قالت لا، حواليا لاير من السيلز، لاير من السيلز دي ما تخليش غير سبيرم واحد سكسيد انه يعمل فيرتلايز للاوفم او للنيوكليس بتاعتي. دي الاوفم بتتكلم عن نفسها كامكانيات، ايه ربنا عطاها؟ ايه عطاها؟ adaptation. يبقى لما نتكلم على specialized cells دايما مش بتكلم على الجوب، بتكلم على هي تمتلك ايه، ربنا عطاها ايه امكانيات facilities. بالظبط زي ما تقدم على جوب بعد ما تتخرج، السي في مكتوب فيه كذا وكذا وكذا، انت حاصل على كذا وعملت كذا وكورسات كذا and so on. بيتبص على السي في for a preference، أقارن comparing ما بين شخص وشخص آخر، مين يفيدني في الشغل؟ أختار حازم ولا شاني ولا ملك؟ أختار مين فيهم ولا أدور على حد جديد؟ على حسب السي في اللي هتتقدم. نفس الكلام من فضلك لما نتكلم على سيلو أدابتيشن شوف ربنا عطاها إيه، لكن مش الجوب. الجوب في الأول والآخر fertilized عشان تكون زايد.
needed for reproduction as gametes. لكن إيه إمكانياتها haploid carry maternal genes صح كده carry 23 chromosomes instead of 46 surrounded طبعا ب a lot of cells تعمل إيه تعمل allow فقط only to allow one sperm to succeed to be fertilized okay to release its nucleus وقت الفيرتلايزيشن دي امكانيات الاوفم الاوفم عشان هي لارج ان سايز فهي ستيشنري سي سايل تقعد مكانها ما تتحركش واي اس اون ملهاش مينز اوف اي موفمنت ما تتحركش امال مين بيحركها في سيليا في الريبدكتيف سيستم بتاع الفيميل يلقطها ويحركها يبقى من نفسها ما تتحركش يبقى ليها باسيف موفمنت حد اخر بيزقها بيشدها اللي هي السيليا تاني كده فهي large in size stationary لازم السبيرم هو اللي يروح عشان كده لو شفنا الصورة اللي بعدها نلقى السبيرم ادي السبيرم اهو سبيرم اهو مرة تاني اوكي ادي السبيرم هرجع سنة صغيرة ادي السبيرم السبيرم ليه streamlined shape streamlined ايه shape يعني ايه streamlined shape اي زي السبورت كار ليها مش شكل كار عادية من قدام pointed يعني كده pointed عشان resist الايه الاير هي وقت الموفمنت طب هنا pointed ليه resist يعمل resist للفلويد اللي هو بيعمل فيه swimming السيمينال فلويد يبقى هنا لازم streamlined streamlined for easy motion يبقى faster وما فيش حاجة تعوقه لو هو plant عريض من قدام هتبقى فيه مشكلة هيلاقي more resistance faces a more resistance يبقى هنا عشان to withstand the resistance of fluid لازم يبقى pointed streamlined الhead containing two structures أول structure حاجة هنا اسمها أكروسوم هنشوفها في الرسمة بعد شوية وفي هنا nucleus طيب ده في الhead طب الاكروسوم ده عباره عن ايه؟ يطلع ايه؟ هنشوفه بعد شويه. تعالوا بينا الجزء الاخر ده ميدل بيس containing ميتوكوندريا. A lot of ميتوكوندريا عددها تقريبا ماكسيمم يقل عن 100 في الاكزام اللي شفناه قبل كده في كلاسفات حوالي 75 ميتوكوندريا. طبعا release energy needed for propulsion needed for movement of sperm. الميتوكوندريا دي زي الباتري اللي بتحطها كده في الموبايل او الباتري في اي ديفايس جنريت جنريت او ريليز بلاش جنريت ريليز انرجي ريليز ايه انرجي فور موفمنت اور سويمنج اوف سبيرمز انسايد سيمينال فلويد لي تيل فور سويمنج فور اي سويمنج لي تيل اور فلاجيلم فور سويمنج دي امكانياته طب لما اقول الجوب بتاعته ايه الفانكشن هو هابلويد We need it for fertilization. If I need it to fertilize ovum, ovum nucleus. بس دي الجوب بتاعته. يعمل حاجة واحدة بس. Fertilize the egg nucleus أو ovum nucleus. طب إيه إمكانياتك كCV؟ الستراكشر كله ده إمكانيات من أول الهيد إيه مكوناتها والميدل بيس وكمان الفلاجيلم. أوكي؟ دي كلها إمكانيات. تعالوا بينا نكمل كده. النيرفو سيل. ناخدها حتة حتة ناخد الدروينج الأول آدي التو سيلز اللي احنا قلنا عليها آدي الهيومن إيج اللي احنا قلنا عليها لارج إن سايز كومبيرد طبعا نوت درون تو سكيل يعني مالهمش نفس السكيل يعني تقريبا السايز بتاعت الأوفر الواحدة حوالي 10,000 سايز بتاع السبيرم فآدي الإيج أهي إكسل أو هيومن إيج اسمها أوفر لارج سيتوبلازم اتفقنا وآدي نيوكليس اللي هي هابلويد وادي الـ a lot of cells اللي هي surround the egg يعني كده ودي طبعا بتعمل resist للentry of many sperms تمنع وصول many sperms لكن كل sperms اللي هي produced by human millions في منها several substances بيوصل للممبرين ده والسيلز دي واحد بس اللي هو succeed طب والباقي ملوش لازمة لا ليه كل واحد يساعد بالأكروسوم إنزيمز الإنزيمز موجودة هنا في إنزيمز موجودة في الأكروسوم إيه الإنزيمز دي
اول ما توصل للايج او الاوفر نفسها تبتدي ديفيوز الانزيمز تو اوت سايد، ريليز الانزيمز. الانزيمز دي بتذوب السيلز، تذوبها، تعمل كيلينج للسيلز وتوصل لغايه الممبرين. بس مش واحد بس، الانزيم بتاع واحد بس دي تايني قوي مش كافيه، احنا محتاجين ثاوزندز كله سكريت الانزيمز، والانزيمز كلها في مكان اضعف مكان ويحصل له فاست دايجستشن، يبتدي اول سبيرم يقدر يعمل ريليز للنيوكليس بتاعته، يبقى هنا تم الفيرتلايزيشن. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ النيوكليس بتاعت السبيرم 1N يعني 23 كروموسومز طبعا passes through cytoplasm وتعمل فيوجن مع النيوكليس الخاصه بالاوفم، يبقى دي مرحله الفيرتلايزيشن. مرحله ايه الفيرتلايزيشن؟ fusion of two nuclei of two different gametes. ميل جانيت اللي هو السبرم وفي ميل جانيت اللي هي الاوفم. طيب عرفنا الامكانيات بتاعت الهيد بس ستريم لايند واكروسوم ونيوكليس. ايه امكانيات الميدل بيس؟ كاري ا لوت اوف ميتوكوندريا نيدد فور ريليز انرجي، نيدد فور سويمنج. بالاضافه ايه هيلب سويمنج؟ التيل فلاجيلم او التيل الموجود ده، واضحه؟ فور سويمنج. دي كلها سبيشاليزد، مش دي تيبيكال، دي مش تيبيكال بالديزاين اللي خدناه في الحصه اللي فاتت، لا دي مش تيبيكال، دي موديفايد سبيشاليزد. عشان تأدي جوب محترمه لازم يبقى ليها سي في محترمه، تمام كده؟ تعالوا بينا نكمل. دي كانت ايه؟ السيل اللي احنا قلنا عليها اوفم وسبرم. انا عاوز سيل ثانيه بعدها على طول اهي. لو احنا رجعنا فتفوته كده لورا اهي، دي نيرف سيل بيسموها نيرون. سموها ايه؟ نيرون. النيرون بيتكون من سيل بادي لارج ان سايز وفيري فيري سلندر، سلندر اس اي ال اي ان جي ار جي اي ار، سلندر معناها فاين قوي في الدايمتر. اكسون يبقى لارج سيل بادي اند اكسون. السيل بادي لارج ان سايز وليها برانشز اسمها دندرايتس. برانشز دي نيدد فور كوميونيكيشن وذ نيبرون سيلز. في جيران يا اولاد ليها، جيران كتار جدا. الجيران دول تعمل كوميونيكيشن معاهم. عارفين الشخص اللي هو بيتعين علاقات عامه في اي شركه لازم يكون عنده فعلا فاسيلتيز انه يتعامل مع الاخرين وفي صوره استجابه ومحبوب من الناس. هنا نفس الكلام، هنا دي بتعمل كوميونيكيشن مع اذر نيبرين سيلز. ريسيفنج امبالسز، نيرف امبالسز، ريسيف بس، يبقى كل الدايركشن بتاع النيرف امبالسز towards السيل بادي. كل ما كان مور دندرايتس يبقى مور كوميونيكيشن، كل ما كان شخص معروف وليه علاقات كتيره يبقى عنده جود كوميونيكيشن اكيد. طب وبعدين؟ ريسيفنج امبالسز، الامبالسز دي جنريت نيرف امبلس اور مسج باسز along very fine and elongated or long axon. ولونج اكسون ده هاي واي. يعني ايه هاي واي؟ يعني ما فيش جابس، ما فيش كاتس، ما فيش ترافيك، مش هيجي يقف ويتقطع، يجي هنا يقف يجي هنا يقف، لا يكمل فاست سبيد، سبيد عاليه جدا. يبقى لونج اكسون كونتينوس عشان ما يبقاش فيه انترابشنز، عشان ما يبقاش فيه ديلي للباسنج اوف نيرف امبلس. دي كلها امكانيات النيورون. عنده سيل بادي يعني كده، عندها دندرايتس فور كوميونيكيشن، عندها لونج اكسون فور ترانسميشن اوف نيرف امبلسز وذ فاست سبيد وذاوت اي وذاوت بريك او وذاوت انترابشن. دي كلها امكانيات مين؟ النيورون. النيرف سيل يطلق عليها نيورون. نكمل كده الشيب، الفيديو البسيط ده، ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا الحته الاخيره من الفيديو اهي المنظر ده، ده كوميونيكيت مع مين؟ نهايه الاكسون في برضه تيرمينالز بتشبك مع مين؟ مع افكتور او مع اورجان او ستراكشر عشان اوصل له المسج. هو المسج دي راح لمين؟ راح للهواء؟ لا راح الاورجان. قد يكون الاورجان مصل، تقول المصل يلا نعمل كونتراكشن، اتفضلي انا بعت لك مسج برين بيقول لك اعملي كونتراكشن، فتسمع كلام تعمل كونتراكشن. البرين بيقول لك ستوب ستوب دلوقتي من الكونتراكشن. البرين بيقول لك يا جلاند سكريت الانزيمز اللي جواك.
البرين بيقول لك او سبانال كورد بيقول لك لا اعمل ريليز اند سو اون. دي كلها الافكار الخاصه بالنيرون او النيرف سيل. واضحه؟ تعالوا بينا نشوف الصوره المعبره عن الكلام ده فين. اهي، لا مش دي، في واحده كمان اهي، ولا دي كمان، الظاهر انا مش مرتبهم. اهي ادي الشكل ده، الشكل ده يمثل نيرون زي ما اتفقنا. ادي receiving nerve impulses من neighboring cells، وادي الاكسون اللونج اللي راح للافكتور اللي هي المصل. تمام كده؟ ادي الفكره بتاعتها. طبعا هناخد الكلام ده in details لما نيجي نشرح الكوردينيشن او nervous system. طبعا النوع من السيل دي اسمها نيرف سيل، واسمها يعني more precise بيسموها motor cell لانها واصله بايه؟ بمصل. موتور نيرف سيل، موتور نيرون، لانها واصله بمصل. موتور معناها حركه، كاينيتيك يعني. طيب خلصنا البارت ده، تعالوا بينا سيلز مشهوره محبوبه لينا بندرسها باستمرار اسمها ريد بلاد سيلز. ريد بلاد سيلز عامله زي قشاط الطاوله اللي بيلعب فيه لعبه الطاوله. تمام كده؟ في هنا السيل بريست فروم اب وداون، يعني كومبريست مضغوطه من فوق ومن تحت، فهي باي كونكيف. باي كونكيف زي الدش، مش بليت، لا دش، مضغوطه من فوق مضغوطه نفس الضغطه دي من تحت من الناحيه الثانيه. طيب يا ترى ليه؟ والسيل دي اتكونت فين؟ طب واتكونت بريت دي ايه؟ طب ايه امكانيات الكسي في؟ طب ايه الجوب بتاعتها؟ الجوب كاري اكسجين من فين لفين؟ من اللونجز تو تيشوز، يبقى كاري اكسجين. خلاص كده الجوب خلصت، يبقى كاري اكسجين بس كده، ما بتعملش غير كاري اكسجين من فين لفين؟ من اللونجز تو تيشوز، ريسبايرنج تيشوز، اول تيشوز، اول سيلز، اول بادي سيلز، دي الفانكشن. طب وبعدين امكانيات الكسي في؟ قال تختاروني من فضلكم انا هقدر اعمل ترانسبورت للاكسجين من اللونجز للتيشوز. قالوا لها بأمرت ايه؟ عندك ايه امكانيات؟ قالت انا السيل دي ما عنديش، انا ما عنديش نيوكليس، ربنا خلقني من غير نيوكليس. في الليتر ستيج في الديفلوبمنت لما خرجت من البون مارو وطلعت في بلاد ستريم وذاوت نيوكليس، لكن طول ما هي في البون مارو كان فيها نيوكليس نيوكليتد. اول ما تخرج بقت ماتيور ويل ديفلوبد سبيشاليزد، ربنا شال منها ببروجرام معين، جين بروجرام، اتشالت النيوكليس حصلها ديكي ده قبل ما تخرج اكسبتلي بلاد سيركيليشن. طيب ايه اللي حصل؟ حصل انه without nucleus، فبالتالي leave room، leave chamber، leave space to filled with hemoglobin. يبقى ما فيش nucleus عشان تتملي بهيموجلوبين اكتر. خلاص في هيموجلوبين. طب ايه هو الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين ده هو الـ able to pick up oxygen، هو اللي يقدر يلقط الاكسجين. كل ما كان في more hemoglobin يبقى more oxygen E carried. طيب عظيم. عندك ايه تاني يا ريد بلاد سيلز؟ قالت انا عندي باي كونكيف شيب، زي ما انتم شايفين باي كونكيف شيب معناه ايه؟ increase surface area to pick up oxygen. كل ما كان يا اولاد باي كونكيف كل ما كان مور سيرفيس area. بالظبط بنشبهها الفرق ما بين دش وبليت. الدش بيستوعب اكتر فيلد ويز مور سوب، لكن البليت لسه نفس الكلام. هنا الشكل باي كونكيف من فوق من تحت يبقى لار سيرفيس اريا تو بيك اب مور اوكسجين، في حين الفلات هيبقى ايه؟ ليس اوكسجين كارد. فانا باي كونكيف اختاروني، انا ما عنديش نيوكليوس وعندي مور هيموجلوبين اختاروني، انا كمان عندي الاستيك سيل ممبرين اختاروني. طب الاستيك دي ايه معناها؟ معناها انها تقدر تعمل سكويزنج ثرو نارو كابيلاريز. ربنا خلق الكابيلاريز اللي هي منتشرة كل التيشوز بتاعتك very very narrow. مقاس اليومن بتاع الكابيلاري بتاع الفيسل اللي اسمها كابيلاري على مقاس الريد بلاد سيل بالظبط، تقريبا 7 مايكرومتر 7 مايكرومتر تقريبا زي بعض. فبالتالي مجرد ما الريد بلاد سيل تمشي كده واحده ورا الثانيه في بلاك كابيلاري زي ما هرسم كده، ده كده بلاك كابيلاري، وادي ايه ال 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 السيل الوول بتاعه، وادي الوول بتاعت ايه الكابيلاري. الحته اللي ماشي فيها دي اسمها اليومن، اي توليف اسمه اليومن. الحته دي اسمها اليومن، اليومن اوف ايه كابيلاري.
هو مش الكابيلاري، لو ضغطت على صباع ايدك دلوقتي الفنجر تيب تلاقيه احمر، ده مليان كابيلاريز والريد بلاد سيلز موجوده فيه. هو ماشي واحده ورا التاني فيبقى فيه سلو موشن، طريق بطيء، صف عربيات ورا بعضها، همشي على مهلي صح كده؟ فبالتالي يدي تشانس فور ترانسبورت اوف اكسجين، كاريد اكسجين تو تيشوز. يدي ايه اكسجين؟ يدي ايه اكسجين للسيلز اللي هنا؟ السيلز اللي ايه مستنيه الطريق ده. السيلز اللي هنا تاخد نصيبها من الاكسجين وتدي كربون دايوكسيد اس ويست للبلاد. يبقى في سلو موشن. ليه؟ مقاسها على قدها والاستيك عشان تقدر تعمل سكويزنج وتعمل تاتش مع الوول. ما تبقاش بعيده عن السيلز. لان لو هنا الكابيلاري واسع جدا وادي هنا الريد بلاد سيل كده اهوت بالمنظر ده، كان هيبقى فيه وقت عقبال ما الاكسجين ديفيوز هياخد وقت، يبقى مور ديستنس عشان يوصل للسيل الغلبانه اللي هنا مستنيه اكسجين بالعافيه. واضحه يا ولاد؟ فهنا لازم تبقى على قد اضيق مين الكابيلاري، يا دوبك على مقاس مين باثنج ريد بلاد سيلز. فبالتالي الديفيوجن يبقى فاستر. ليه؟ لان less distance shorter distance وبالتالي faster rate of diffusion of oxygen to respiring tissues or needy tissues. واضحة؟ دي الادابتيشن الخاصة بالريد بلاد سيلز. في الاخر في فرق ما بين function carry oxygen deliver oxygen transport oxygen وادابتيشن كذا حاجة. نقولهم مع بعض يا اولاد مرتين. elastic cell membrane ونارو صح كده؟ او small in size to squeeze easily okay through blood capillary. طيب وايه كمان؟ او slow motion through blood capillary علشان يبقى more diffusion of oxygen. Annucleated. كلمة لفظ annucleated معناها without mucus. Annucleated nucleated ما فيش nucleus no nucleus. ليه؟ عشان المكان اللي كان هتاخده nucleus اتملى بهيموجلوبين عشان يبقى more hemoglobin. More hemoglobin. واضحة؟ طيب ما فيش نيوكليس يبقى مور هيموجلوبين. طب الهيموجلوبين نفسه كاري اوكسجين. طب باي كونكيف انكريس سيرفيس اريا. كل حاجه ليها ايه اللفظ اللي يقابلها. ليها الماتشنج الفانكشن اللي ربنا خلقها علشان كده. خلصنا الريد بلاد سيلز وخلصنا النيرونز وخلصنا الاوفم والسبيرم. يا ترى في حاجه تاني؟ اه. في ايه؟ في رقبتنا في التراكيه او الويند بايب عندنا سيليتد ابيثيليال سيلز انتراكيه. سيليتد ابيثيليال سيلز. اتفقنا كلمه ابيثيليال نلاقيها فين؟ في اللايننج. في اللايننج. يعني ايه اللايننج؟ يعني اي حاجه بطانه الجاكيت، اي حاجه هولو من جوه تبقى مبطنه لايند. طيب هنا قال لك ايه؟ دي لايند اهي. يعني ايه لايند؟ بص يا ولاد التراكيه الصح اهي، وادي السيلز ملزقه فيها والاير ماشي هنا في الحته دي كده. ده الاير بتاعنا ده كده. هو ماشي وادي اللايند تراكيه بالابيثيليال تيشو. لاحظوا كده في اكستنشنز اسمه سيليا. ادي دي اسمها سيليا، كل ده سيليا. ما بين السيليتد كولومنر سيلز بتاعت الابيثيليا في سيلز سيكريت ميوكس اسمها جوبلت سيل. جوبلت، كل ده جوبلت، كل جرين شويه جوبلت. تمام كده؟ الجوبلت دي بتعمل ايه؟ سيكريت ميوكس. يبقى الابيثيليال لايننج اوف تراكيا عباره عن ابيثيليال سيليتد سيلز بلس جوبلت سيلز. السيليا ليها جوب والجوبلت ليها جوب. الجوبلت بريديوس ميوكس بس، طلع الميوكس اهو طلع اللي هو لونه جرانش كده شويه. طب ادي الميوكس اهو. طب الميوكس ده حاجه ستيكي، لو فضلت هيحصل لها دراينس تبقى مور ستيك. فقال لك لا، السيليا موف اب، تعمل موف ابورز توارد الثروت توارد الماوس، وطول الوقت هي بتتحرك نورمالي بتاخد اللاير اوف ميوكس اب اب اب. طب ليه عملتي كده؟ ليه ميوكس في الحقيقه عشان هو ستيكي بيعمل تراب للجيرمز والبارتكلز. في بارتكلز اي ترابت باي ميوكس. طب هتفضل تراب، قد تكون البارتكل دي جيرم، قد تكون بكتيريا، قد تكون فيروس، قد تكون فانجي، قد تكون سبورز، قد تكون بولين جرينز. كل ده ستيك مع مين؟ مع قد يكون ديرت، قد يكون دست، قد يكون سموك. كل ده يعمل ايه؟ يعمل اريتيشن او ستيك مع الميوكس، والميوكس موفد ابوردز
was wrote on three الاكشن اوف سيليا الاكشن اوف ايه سيليا. طيب يا ترى ايه الميوكس ده عباره عن ايه تركيبته ايه؟ في الحقيقه عباره عن فود ستافز عباره عن كيميكالز هي خليط من السكرايدز يعني شوجر مع بروتين. فلو تساب الميوكس هنا لو تساب ما تحركش يبقى تشانس حلوه جدا للبكتيريا انها تعيش خلاله. ليه؟ لانها فود ستافز البكتيريا تتغذى على الميوكس يبقى المكان ده تحصل له انفكشن. يبقى الفضل يرجع thanks to a cilia انها move normally. وقت الاريتيشن بالسموك وكح الكافينج بيحصل more irritation more productive للجوبلس سيلز للميوكس والميوكس ده يتحرك by action of cilia upwards ناحية الثروت ويتبلع او ejected to outside. ادي الفكرة بتاعت التراكي. المنظر ده انا جبته كده كان ممكن اكتفي بده بس عشان تتخيل معايا الحركة ازاي movement upwards هي نفسها. ادي سيليتد سيلز وادي جوبلت وادي ليها فتحه صغيره كده بيتخرج الميوكس اللي هو لونه بلو شويه او سيا. طبعا ووتري سلاين لاير الاو سيليا تو بوش ميوكس توردز اي توردز فارينكس توردز ثروت. طيب ليه ووتري؟ عشان يبقى مش ستيكي يبقى فلويد عشان يتحرك ايزلي ده كده. لان لو كان ستيكي هيبقى فيه مشكله. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ادي طبقه من الفلويد ودي طبقه من الميوكس اهي. الميوكس لقط مين؟ الدست بارتيز والجيرمز واتحركت توردز الفارينكس. كده ادي الفكره بتاع سيليتي ابيثيليال سيلز. هنا نفس الشكل بس بالمايكروسكوب. ادي سيليتي سيلز وادي جوبلس سيلز زي ما انتم شايفين كده. واضحه يا ولاد؟ طبعا النيوكليس باينه واحيانا بعض الكتب بتقول لك الحته دي اللي هي نيوكليتيد اسمها ستم سيلز. سيلز دي تتجدد باستمرار ويحصل ريبلانش لنيو سيلز مكانها. سم سيلز موجوده في البيس اوف اي ابيثيليال تيشو. كل الابيثيليال تيشوز مترصصه جنب بعضها ولازقه على حاجه اسمها بيسمنت ميمبرين. نكمل كده مع بعض. خلصنا الادابتيشنز الخاصه بالهيومن سيلز. اول سؤال ناخد كده اهوت. حازم اتفضل. The diagram shows a specialized cell in half. What does this diagram indicate about the structure of this cell? The cell has a cell wall. The cell is concave on each side. The cell is long and thin. The cell is red and carries oxygen. B, Mr. Concave on each side. واضح concave shape. تمام يا حازم. كنتي شايفين كده كيرفتشر اهو ادي كيرفتشر تاني تمام سموها باي كونكيف. طبعا ده انكريس سيرفيس اريا. شاني وات ريزلتس فروم هي شاني وات ريزلتس فروم ذا ديستركشن اوف سيليا ان ذا تراكيا دو تو سموكينج. دي ميوكس cannot be carried towards the throat. تمام. السيليا حصلت distraction أو paralysis شلت عن حركتها أو النمبر بتاعها decrease وبالتالي ميوكس cannot be carried towards the throat or pharynx. تمام برافو. ملك مستر بعد اذنك اتفضل. ايه ممكن حضرتك ترجع للسؤال اللي قبل كده؟ حاضر اتفضل. ليه ما ينفعش تكون بي؟ ليه ما تنفعش تكون بي؟ سيليا cannot trap dust. سيليا cannot trap dust. اولا اللي بيعمل تراب مش السيليا يا حازم، الميوكس. صح كده؟ الستيكي ميوكس هو اللي بيعمل تراب. ايوه صح يا مستر. لكن اللي بيعمل موفمنت مين؟ اللي بيعمل موفمنت السيليا نفسها، صح كده؟ تمام. تمام. يبقى في فرق هنا يا اولاد نوضحه مره ثاني. الميوكس ستيك تراب كاتش اوكي، لكن السيليا موف. السيليا ايه؟ موف. تمام اوكي كويس. اسالني في اي وقت، اي حد عاوز يسال في اي وقت طالما حاجه قبل ما اعديها. Which cell helps to move dust particles out of an organism?
A, ciliated cell. Ciliated cell. تمام. Which cell helps to move dust particles of an organism. طبعا ciliated cell to example بتاعها ciliated epithelial tissue in trachea and bronchi. تمام. الانسر هنا A. نكمل كده مع بعض. Any cells is the gram shows some cells. Any some cells. وطبعا واضح cells with cilia structure with cytoplasm and nucleus. Where are the cells found? أعتقد حازم الدور بتاعك. دكتور. حازم. سي برونكيال وول. برونكيال دي غير التراكيه يا اولاد. البرانشز بتاعت التراكيه اسمها برونكس وبرونكس. تو برونكاي بيسموا اللاين بتاعها برونكيال وول. يبقى الوول بتاع البرونكس التو برونكاي بلس الوول اوف تراكيه بيبقى عباره عن سيلز التايب اللي قدامها اللي هي سيليتد سيلز. طيب عظيم. ناخد بقى البلانت. ايه السبيشلايز سيلز ان بلانتس؟ سبيشلايز سيلز ان بلانتس اول اكزامبل باليسيد سيل. باليسيد سيل. ايه باليسيد سيل؟ ناخد الليف باكملها وندور كده نشوف القصه. ادي الليف سيكشن في الليف او دايجرام في الليف 3 دايمنشنال. في هنا لاير اسمها ابيدرمس. اي سل بتغطي اي اورجان من البلانت اسمها ابيدرمس. حتى الستام ابيدرمس, حتى الروت ابيدرمس, حتى الليف ابيدرمس. لكن بيتقسم حاجتين, ابر ابيدرمس على الابر سيرفيس اوف ليف واللور ابيدرمس على اللور سيرفيس اوف ليف. يبقى تو لايرز من الابيدرمس. ابر ابيدرمس اهو الحته دي كده ابر, والجزء ده لور. يبقى ابر ابيدرمس لور ابيدرمس. طيب وبعدين قال لك ايه هنا؟ وات ان بتوين الابر واللور في حاجه اسمها ميزوفيل تيشو. الميزوفيل تيشو بيتكون من نوعين من السيلز, نوعين من التيشوز, باليسيد تيشو وسبونجي تيشو. باليسيد تيشو وسبونجي تيشو الاثنين مع بعض توجذر اسمهم ميزوفيل. طيب قال لك ان هوت الابر ابيدرمس ليها ادابتيشن, هي كمان انها لازم تبقى ترانسبيرنت. هناخدها في الفوتوسنس بس نقولها دلوقتي مفيش مشكله. ترانسبيرنت طبعا allow light passing through, وكمان نارو الدبس بتاعها نارو علشان يبقى مور او ماكسمايز التراب اوف لايت انرجي. هي ترانسبيرنت مش تعمل حاجه باللايت, فتعدي اللايت باثينج توارز مين؟ الباليسيد. طب ايه الباليسيد؟ الباليسيد دي سيلز قدامك اهي الونجيتد بالطول ده, هي كبيره جدا الونجيتد. كان ممكن ربنا يخلقها بنفس الطول بس يخليها ايه؟ لاي بارل تو الابر ابيدرمس, تبقى بنفس الطول ده مثلا لكنها بارل سيلجي. قال لك لا, الافضل انها تبقى بيربنديكولر على الابر ابيدرمس. ليه افضل؟ قال لك افضل علشان طبعا هي containing a lot of chloroplast في نارو سيتوبلازم وفي فاكيول بريس اجينست السيتوبلازم, فتخلي الكلوروبلاست على البريفري بره زي ما شايفين كده كانها في سيركل بره. طب ايه اللي بيحصل؟ وقت الانتنس لايت الكلوروبلاست موفز داون. دلوقتي الانتنس لايت ليه مشيت داون؟ انت كلوروبلاست المفروض تعملي ترابنج لمور لايت انرجي. تقول لا, لو انا اخذت اكتر من حقي هيحصل لي دامج لان عندي مولوكيول اسمه كلوروفيل. زياده الانرجي عليه تعمل له دامج, تعمل له دي نيتشر او تعمل له ديس فانكشن. طب وبعدين ايه الحل؟ الحل ان انا انزل باسز ايه او موف داونوردز اوصل عند البوتوم. وقت ما يكون ديم لايت هطلع لفوق, كل الكلوروبلاست تطلع فوق عن ابر سيرفيس. يبقى كان الالونجيشن ده والاكستنشن ده وبربنديكولار الابر ابيدرمس علشان allow freedom for chloroplast to move according to light intensity. وقت الديم لايت موف اب, وقت الانتنس لايت موف داون. طب وقت الميديوم او الافريج او البروبر لايت انتنس خلاص يبقى توزيع عاديه خالص, كلهم يتجمعوا فوق مفيش مشكله طالما اللايت ايه بروبر
مش مور مش تو مور علشان يعمل دامج للكلوروبلاست او للكلوروفيل. ادي فكره البربنديكولر، هي كونتينينج ا لوت اوف كلوروبلاست. لما تقدم على جوب علشان تشتغل في وظيفه الفوتوسينثيسيس تقول انا عندي ا لوت اوف كلوروبلاست، عندي ا لوت اوف مولكيولز اوف كلوروفيل، عندي الكلام ده. انا كمان بربنديكولر ابر ابيديرمس، عندي فريدم ان انا احمي الكونتنت والاورجانيزم بتاعتي. هيختاروني من فضلكم علشان ابقى اعمل ايه؟ فوتوسينثيسايز. طب بتعملي ايه بالفوتوسينثيسايز؟ اخذنا كلوروبلاست قبل كده اللي هي جرين ستراكشر زي كونتينينج كلوروفيل زي كده، وكلوروفيل يعمل تراب، يعمل كابتشر للايت انرجي، ويعمل كونفرت للايت انرجي لكيميكال انرجي بشكل بوند في جلوكوز مولكيولز اس كربوهيدرات. يبقى المولكيول الوحيد اللي بينقلني من عالم لعالم اخر، من عالم السي او 2 ان اورجانيك كومباوند لعالم الاورجانيك اللي هو جلوكوز، هو الكلوروفيل. ثانكس تو ايه؟ كلوروفيل. طيب ادي الفكره خاصه بالباليسيد سيلز، باليسيد سيلز. طيب لو كملنا كده السبونجي اللي تحتها طبعا فيها ايه؟ فيها جابز، فيها شامبرز، اير شامبرز. طب مالها دي بقى؟ ده فيها كلوروبلاست اهي 1 2 3 4 5 مثلا 5 او 6. طب كومبيرد مع الباليسيد فهي لس contains a less chloroplast. طب تقدر تعملي photosynthesis؟ تقول اقدر. تقدر تعملي help in photosynthesis؟ اقدر اعمل help in photosynthesis. طيب الجوب بتاعتي الجاي تقدمي على الجوب دي ولا حاجه تاني؟ قالت لا انا مش مقدمه على الجوب بتاعت photosynthesis، انا مقدمه على الايريشن وجاس اكسشينج. طب ايه امكانياتك؟ انا irregular cells وبالتالي leaf gaps وchambers، والجابز والشامبرز دي تساعد على الانتري والاكسيت اوف اير ايزلي كده. لكن وقت ما تطلبوني في شغلانه اضافيه بارت تايم اخر او اكسترا تايم اخر، انا عندي كلوروبلاست اقدر اعمل جوب برضو فوتوسينثيسيس واساعد الباليسيد اللي انتوا عاوزينه. يقولوا لها لا احنا عاوزينك في الايريشن افضل، لكن لو قمت فوتوسينس خير وبركه، لو قمتيش ما فيش مشكله. ادي الفكره بتاعت مين سبونج؟ ايريشن في جاز شامبرز في اير شامبرز وايد اوت. ايريجولار كمان تساعد على ترانسبيريشن، ان السيرفس بتاعها علشان ايريجولار بيبقى وات في ووتر فيلم حواليها. الووتر فيلم ده ايفابوريت باي هوتنس باي تمبريتشر تو شامبرز، فيبقى مور هيوميد انسايد انسايد الشامبرز زي، وليس هيوميد فين؟ في الاير. وبالتالي الووتر فيبر الموجود في الشامبرز باسس تو اوتسايد باي ديفيوجن from area of high concentration inside to area of low concentration in air. ده اسمه transpiration. طب ليه عملتي كده؟ انت خسرتينا الووتر اللي احنا خدناه بالعافيه. تقول لا، ما انا لو ما عملتش transpiration عمر ما الزيلم هيقدر يشد كولوم اوف ووتر ومينرالز تو ليفز، مش هيطلع لي تاني حاجه. يبقى transpiration ده حاجه essential for life، بالرغم ان الووتر بيعمل loss of water بالترانسبيريشن الا انه essential. ده اللي بيساعد على ascending of sap of water and minerals to high trees، وليكن high trees دي يوصل طولها 120 meters في الهايت، يعني لازم تعمل transpiration. دي امكانيات السبونجي: irregular leaf spaces, aeration و gas exchange و transpiration. دي امكانياتها. اخر سيل هتكلم عنها الجار سيلز. جار سيلز مالها؟ جار سيلز دي موجودة في الليف زي ما انتم شايفين، موجودة على اللور ابيديرمس مينلي في النورمال بلانت على اللور ابيديرمس. بيبقى تو سيلز ليهم شكل غريب حبتين وليف جاب، والجاب دي اسمها ستوما. الستوما دي كلوز واوبن اكوردنج تو نيدز اكوردنج تو ووتر افيلابيلتي، هل الووتر افيلابل ولا لا. لو في انف ووتر تفتح، لو في لايت انتنسي مور تفتح، طب لو في dim light او darkness تقفل عشان keep water inside، ما تفقدش water بزياده وقت الليل. دي جار سيلز. طب الجار سيلز فيها كلوروبلاست؟ فيها كلوروبلاست، بس في الحقيقه هقول لكم معلومه. الكلوروبلاست داخل الجار سيلز لما تيجي تعمل فوتوسينثيسيس زيها زي الباليسيد زيها زي السبونجي تطلع جلوكوز. الجلوكوز ده ما يتنقلش بره الجار سيلز، يستهلك لوكالي داخل الجار سيلز. يستهلك ازاي؟
respired, glucose respired to release energy needed for closure and opening of stomata. Needed. يبقى الجلوكوز يستهلك يا ولاد في حركة الجارد سيلز إنها تقفل وتفتح. لكن في حين الجلوكوز اللي اتكون في الباليسيد واللي اتكون في السبونجي، الجلوكوز ده ترانسبورتد لكل البادي أورجانز بتاعت البلانت، للفروت والفلاور، للبد، للستام، للروتس، للروت هير سيلز، ده كله يستهلك استهلاك خارجي. ليها نفسها ريسباير تو ريليز انرجي نيد فور لايف بروسيس، بالإضافة transported throughout the plant organs. لكن بتاعت guard cells chloroplast تعمل جلوكوز يستهلك داخل guard cells، يستهلك داخل guard A cells. واضحة؟ طيب نكمل كده مع بعض. خلصنا كده chloroplast والباليسيد cells والسبونجي. ناخد الروت هير سيلز. ادي الروت عليه a lot of root hair cells. طبعا السي دي root cap، الحته دي منطقه الابسوربشن اللي هي مليانه روت هير سيلز. لو بصينا كده ادي سيدلينج فيري فيري يونج، وادي الراديكال اللي هو يكون فيما بعد روت، وادي الروت هير سيلز موجوده كتيره جدا a lot. طبعا اكستنشنز من الابيدرمس بتاعت الراديكال، اكستنشنز زي ما شايف كده اكستنشنز طلع لبره كتير قوي. اي اكستنشنز في البايو تو انكريس سيرفيس اي اكستنشن في البايو needed for increased surface area. طب surface area for A هنا for absorption of water and minerals من الصويل. شكل root hair cell ادي الابيدرمال سيل اهي، وادي الاكستنشن بتاعها. طالما هي اكستنشن من ابيدرمال سيلز مش هسميها ابيدرمال، هسميها root hair cell على طول. root hair cell ايه على طول؟ لانها خارجه من طبقه الابيدرمس. يعني السيل دي، السيل دي اللي هلونها دلوقتي دي ابيدرمال. اي سيل من دول ابيدرمال، ماشي ابيدرمال. اللي هتطلع اكستنشن مش هسميها ابيدرمال بقى، هسميها روت هير سيل على طول. يبقى دي روت هير سيل ليها سيل وول، ليها سيل ممبرين زيها زي اي بلانت سيل، وليها لارج فاكيول وليها نيوكليوس، وطبعا فيها a lot of ميتوكوندريا مش مرسومه، مليانه ميتوكوندريا. عند الحته دي نقف شويه. الوول الخاص بالاكستنشن فيري فيري ثين كومبيرد مع الوول بتاع البلانت سيل ان جنرال، يبقى ثين. ده allow ايه؟ allow movement of water easily من السويل بارتكلز، يقدر يعمل ترانسفير وابسورب الووتر easily. ده ايه؟ الثين وول. طيب ده نمبر 1، يبقى ثين سيل وول، ثينر سيل وول. طيب easy facilitate movement of water. طيب number two، قال لك ان الفاكيول، الفاكيول دي the extension و extension increase surface area. طيب الفاكيول دي large in size large in volume علشان تعمل storage للووتر، صح كده؟ وايه كمان؟ الممبرين الكبير ده بيساعد على حاجه ناخدها في شابتر 3 اسمها active transport. في حاجه اسمها carrier protein مش باينه طبعا في الرسمه هنا along مين؟ الممبرين. الممبرين ده مش خط، مش بنسل لاين، لا ده مليان ستراكشرز اسمها بروتين كاريرز، بحتاجها في الاكتف ترانسبورت ان انا اشتري ايونز من السويل وامررها لجوه، محتاجها. ده كده جيتس خاصه الايونز. لولا الجيتس دي مش هيبقى فيه ابتيك للسولتس من السويل. طيب اللارج سيرفيس اريا للممبرين يساعد على الديفيوجن نمبر 1 وعلى الاكتف ترانسبورت نمبر 2. لو قلنا اكتف ترانسبورت يبقى محتاج حاجتين، محتاج بروتين كارير على الممبرين وده موجود، ومحتاج ميتوكوندريا ودي موجوده. الميتوكوندريا من دراستنا اللي فاتت في الحصه الاولى عباره عن سايت اوف ايروبيك ريسبيريشن تو ريليز انرجي. معناه السيلز دي لازم ريسباير ايروبيكلي، يعني لازم اكسجين، وهي ريسباير ايروبيكلي بتحرق الجلوكوز اللي جاي لها من فوق، تحرق الجلوكوز او تحرق الجلوكوز اللي كان اصلا ستارش في الكوتيليدون ده، تحرقه ستارش يتحول لجلوكوز ترانسفير للراديكال يتحرق. لما يتحرق داخل الميتوكوندريا ريليز انرجي، الانرجي دي نيدد فور اكتف ترانسبورت. يبقى ثلاث حاجات نقولها في الاكتف ترانسبورت. نقول الممبرين فيه بروتين كارير،
نقول كمان الميتوكوندريا ريسباير ايروبيك تو ريليز انرجي. الانرجي دي نيدد علشان تعمل ايه؟ تعمل ابتيك للنيوترينتس او للسولتس. كل دي امكانيات الروت هيرسل. طب في الاخر الفانكشن ايه؟ الفانكشن حاجه بسيطه ابسوربشن اوف ووتر اند مينرالز فقط فول ستوب. يبقى الفانكشن بتاعت الروت هير سيلز ابسوربشن اوف ووتر اند مينرالز. طب ايه امكانياتك في الشغلانه دي؟ امكانياتي لار سيرفيس اريا، عندي ميني اكستنشنز يبقى لار سيرفيس اريا. ايه امكانياتك تاني؟ امكانياتي عندي ا لوت اوف ميتوكوندريا فور ايروبيك ريسبيريشن تو ريليز اي تي بي نيد فور اكتيف ترانسبورت. طب عشان تعمل اكتيف ترانسبورت يبقى لازم الممبرين عليه بروتين كاريرز او كارير بروتينز. يبقى عندي انا الكارير بروتينز دي. كل دي ادابتيشنز يا اولاد تتكتب في الانسر. واضحه؟ خلصنا كده معظم البلانت. خدنا في الليف باليسيد، وخدنا سبونجي، وخدنا جارد، خدنا في الروت هير سيلز، وخدنا الايه الادابتيشنز بتاعتها. الزايلم فيسلز بعد دي هناخد ريست 5 دقائق ونبتدي من جديد. الزايلم فيسلز، الزايلم فيسلز دي فور ترانسبورت. هنشوفها الاول فين اهي. الزايلم دي السنتر بتاع الروت اللي احنا قلنا عليه اورجان قبل كده. حازم قلنا على ده اورجان ديفرنت ايه تيشوز زي ما انت شايف. كل السنتر ده اللي هو شكل كروس تمام كده او شكل ستار ده زايلم فيسلز. كل ده زايلم فيسلز، زايلم اي فيسلز. واضحه؟ طب اورترنيت مع مين يا اولاد؟ اورترنيت مع الفلايم. اس ده الفلايم، هنا فلايم وهنا فلايم وهنا فلايم، كورنرز دي فلايم. طيب خلينا في الزايلم. الزايلم نيدد فور ترانسبورت ووتر، ده الفانكشن بتاعته. ووتر اند اي اند سوليوتس اند سولتس اند ايونز تمشي، مينرال ايونز تمشي. يبقى needed for transport water and mineral ions. ماشي دي function. طب ايه الادابتيشن؟ عشان needed for transport لازم يبقى هولو، لازم يبقى ايه هولو. عارفين عود القصب اللي عامل كده؟ عود القصب فيه ايه عقل كده صح كده؟ عقله هنا وعقله هنا كده، دي اسمها عقله الحته دي كده، ودي ما بين العقله والثانيه الاند ايه الاند وول. يبقى هنا اند وول. طب ايه رايك؟ علشان انا اعمل هولو في عود القصب ده لازم الكونتنت دي اطلعها بره، كل الكونتنت اللي هنا اطلعها بره، فلازم يحصل ديكي، ديكي للسيتوبلازم. يبقى نو سيتوبلازم. ايه ده؟ معقول هستغنى عن السيتوبلازم؟ اه. طب والنيوكليس اللي جوه برضه هستغنى عنها؟ طب ما كده هيحصل دس. تمام هيحصل دس وماله، ما يجراش حاجه. يبقى دس للسل في الليتر ستيج اوف زايلم يحصل دس للسيتوبلازم والنيوكليس. ليه؟ عشان تبقى هولو. طب ما لسه في اند وول قافل الطريق. اعمل كات وديكي للاند وول ما بين الادجيسنت سيلز. في الاخر هتبقى ايه؟ هيبقى الزايلم ماله؟ هولو فروم انسايد، هولو تيوب مفرغه تماما. طب مفرغه تماما لو جت وند على الستام وتانيته هيحصل كولابس ويقفل، الوتر مش هيعدي. طب والحل ايه؟ قال لك لا، ربنا خلق دعامه سبورتنج اسمها لجنان. دي اشكال مختلفه، ممكن شكل رينج، شكل هيليكال شيب، شكل ريتيكولر او نتورك، ايا كان الشكل اهي الاشكال. دي زايلم فيسلز، ده اللونجيتيودنال سيكشن ال اس، لونجيتيودنال سيكشن ال اس بالطول. ادي زايلم فيسل وادي زايلم فيسل، كذا زايلم فيسل فيها لجنان. الحاجات الحمراء دي كلها لجنان، ليجنيفايد زي كده فور سبورت بريفنت كولابس، وهولو علشان باثنج ما يبقاش فيه ريزيستنس للفلو اوف ووتر اند مينرالز اب الزايلم. طيب ايه كمان؟ لو خدت كروس سكشن بالعرض كده وبصيت على الميكروسكوب يبان لك الاشكال دي. يبقى ده كده كروس سكشن، كروس سكشن كده ترانسفيرس سكشن بالعرض، لكن ده لونجيتيودنال. طيب ايه رايك؟ المنظر ده الزايلم بتاعنا ادابتد فور ترانسبورت ووتر اند مينرالز، هولو نو اند وولز نو سيتوبلازم نو نيوكليس ديد تيشو. دي كلها امكانيات، ده يكتبه في السي في بتاعته وهو بيقدم على جوب. ايه هي جوب؟ ترانسبورت اوف ووتر اند مينرالز. ايه كمان؟ سبورت، سبورت بلانت اللي فيه لجنان، بريفنت كولابس. بريفنت ايه؟ كولابس. بريفنت طبعا مش كولابس للزايلم بس، سبورت البلانت
totally. Okay. طيب. بص كده الشكل ده عشان ده بيلخبطكم كتير او ممكن ما يبقاش معروف ايه الفرق ما بين زايلم وفلايم؟ ايه الدايركشنز حتى؟ خلينا هنا في الروت حته حته. لو هو روت الزايلم بيبقى في السنتر والترنيت مع الفلايم. ده لو هو روت. طب لو هو ستم لو السكشن في الستم الزايلم فين؟ توارز الايه؟ السنتر اوف ذا ستم. كل الريد ارياز دي زايلم. طبعا movement of ايه في water up بس هنا up بس طب وهنا برضو up بس water animals ده زايلم. طب لو كان لي فين الزايلم بالظبط في الفين او المدرب كل الزايلم vessels تشاور ناحيه الابر epidermis وكل الفلويم ناحيه اللور epidermis تبقى عليك عارف الاتجاهات فين يسالنا عليها كتير التشو ده اسمه ايه التشو ده اسمه ايه اني directed towards السنتر اني اواي فروم سنتر اند سو اون يبقى خدنا كده اتجاهات. طب الفلويم بالمره بقى الفلويم ده ايه فانكشن بتاعته؟ مش البلانت عمل فوتوسينثيسيس وصل له ووتر ومينرالز اهي بالبلو اروز عمل فوتوسينثيسيس بعد ما عمل فوتوسينثيسيس عمل جلوكوز الجلوكوز لحظات ويتحول داخل الكلوروبلاست يتحول لستارش. طب لو حبيت انقله ما في فروت مستنيه الجلوكوز ده انقله ما يتنقلش جلوكوز. الجلوكوز ده مولكيول رخم جدا اكتف قوي ريديوسنج قوي يعمل ريدكشن اللي قدامه يعني يخبطه كده تو الكترونز يعمل له ريدكشن هو ريديوسنج شوجر ده جلوكوز. فالبلانت ممنوع ان الجلوكوز يتنقل من الليفز. امال يتنقل ازاي؟ يتنقل في شكل سكروز. يبقى ترانسبورتد شوجر في البلانت سيلز اسمه سكروز سكر البيت التيبل شوجر بتاعنا اللي بدوي فيه او بحطه على الشاي بتاعي. يبقى سكروز ماله؟ السكروز يتنقل ترانسبورتد بس ترانسبورتد ازاي؟ في تيشو اخر اسمه فلايم. يبقى الفلايم هو needed for transport high energized molecules اللي هي اللي هي السكروز. يتنقل ازاي؟ شايفين الارز دي؟ دبل ارز دبل هيدز. ايه ده يعني الفلايم ممكن يمشي لفوق وممكن يمشي لتحت؟ اه ممكن بس مش نفس مش نفس التيوب. انا اقصد في تيوب كتيره جدا 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 اسمها فلايم او سيف تيوب اليمنتس فيما بعد هتعرفوها كده. في بعضها يمشي فيه السكروز اب لو كان الفروت فوق. طب لو كان بطاطسايه تحت تيوبر اوف بوتيتو لازم يمشي لتحت. طب كده كده لازم يمشي لتحت ليه؟ ان في روت هير سيلز عندها ميتوكوندريا ومحتاجه من اخواتها اللي فوق بعد ما صنعوا السكروز محتاجه شوجر تقول لهم ابعتوا لي شوجر فلازم يوصل لها شوجر. السكروز اول ما يوصل للروت هير سيلز تفككه يبقى جلوكوز وفركتوز يتحرق تطلع انرجي. انرجي دي نيد تشتري بيها ايونز مينرالز. تشتري بيها ايونز ايه ومينرالز صح كده؟ يبقى اكتف ترانسبورت اكتف ابتيك ادي الفكره. يبقى الفلويم يا اولاد اب وداون. بص كده الدايركشن مشاور لك ايه؟ هنا الفلويم ماله؟ كربوهيدراتس اب وداون. ممكن يطلع اب ده كده ممكن ايه داون. يبقى تو دايركشنز في حين الزايلم وان دايركشن ابورز بس دي دايركشن اوف فلو. الزايلم نيدد فور سبورت بلس ترانسبورت اوف ووتر اند مينرالز. الفلويم ترانسبورت اوف كربوهيدراتس اند امينو اسيدز سكروز اند امينو اسيدز اب وداون. لو كان تيوبر اوف بوتيتو يبقى داون. لو كان ابل فوق ابل فروت يبقى اب. لو كان نيو بد يبقى اب. لو كان يو ليف اب. لو كان حاجه محتاج استم نفسه سيلز يبقى داون اند سو اون اند سو اون. عرفنا قصه الفلويم ايه كومبيرد مع زايلم. كده خلصنا كل البلانت. ناخد ريست بعد اذنكم 5 دقايق ونبتدي نشتغل في الجزء الباقي. هيا يا اولاد اتفضلوا. حازم شاني ازيكم؟ اتفضل. هاي ملك. في جوب فاكانسز يا ريت تقدموا فيها. فعندنا هنا wanted. يا ترى ال wanted ده مين؟ sensitive cell for job in communication qualified to send electrical signals must have long branches reply to job number one. تفتكروا مين؟ مين يقدر يقدم في جوب ده؟
nerve cell. Nerve cell. تمام نيرون أو nerve cell. تمام. هذا رتب هنا نيرون و nerve cell. فين فين فين. مش عارف أكتب. أوكي. نيرون. أوكي. وسميها إيه برضو nerve cell. أوكي. طيب. Cell required for motherly rule. Must have own food source ready for fertilization, cell growth and development. يا ترى أني cell دي؟ Ovum. دي تعتبر ovum. تمام. يبقى دي ovum أو egg cell. تمام. حازم regularly shaped cells. تفضل. باليسيد سيل تمام باليسيد سيل طالما ريجولر سوري باليسيد بالي سيد اوكي باليسيد اي سيل عظيم طبعا جي ايه اوكي اكسبيرينس سيل نيدد عشان نيدد تو ورك اندر جراوند ماست بي ايبل تو ابسورب ووتر اند مينرال لارج سيل روت هير سيل تمام روت هير سيل عظيم يجي وونتد با هام ملك wanted active cells for gas transportation. Red blood cell. Red blood cell. تمام عظيم red blood cell. Red blood cell. كتب كاملة طبعا. طيب في سؤال زي كده هوت من paper 4 لا من paper 3 تعتبر كور مش extended لكن محتاج لها. مستر لو سمحت. اتفضل يا ابني. هو حضرتك بيجيب المارك سكيم الحاجات دي منين؟ اللي هي دي اللي هي بتبقى 3-2 مش 4-2. 3-2 أنا مسيف الحاجات دي بقالي فترة يمكن بعض السايتس مش جايباها يمكن مركز بس على بيبر ممكن من دايناميك أعتقد حاططها دايناميك بيبرز يا حازم هو حاطط العادي اللي احنا بناخده الاكستندد مش حاطط لا لا أعتقد لو دورت هتلاقي أو ما لقيتش أنا مش متأكد في الحقيقة لو ما لقيتش قول لي وأنا أبعت لك لو طيب خلاص قول لي بس يعني انا في كل بيبر من 1 لغايه 6 موجودين ده انا بشوفها كتير لكن اوريدي ده متسيف بقاله سنين عندي يعني فبستعمله اتفضل كده شوز روت هنا فيجر 4-1 شوز روت هير سيل عندك لتر A و C و B نقول هيا ملك بالنسبه لايه؟ سيل وول سيل وول عظيم سيل وول سيل وول هو سيل وول ده ميد اوف ايه؟ سيلولوز سيلولوز طالما بلانت سيل بي ميد اوف سيلولوز والسيلولوز اساسه اصلا كان جلوكوز وعملنا له ايه بوليمر او شبكناه مع بعض واعطاني لارج موليكيول او ماكرو موليكيول سميناه فيما بعد سيلولوز سميناه ايه سيلولوز طبعا سيلولوز ستراكشرال كومبوننت للسيل وول للبلانت سيل اونلي البكتيريا سيل حاجة تاني الفنجل سيل سيل وول حاجة تالت البروتيستان سيل وول اللي هي بلانت لايك بروتيس حاجة رابعة يبقى كل دول كان ليهم سيل وول لكن الوحيد اللي ليه سيل وول ميد اوف سيلولوز هو البلانت سيلز هو البلانت ايه سيلز واضحة الانيمال سيلز الوحيدة اللي ما عندهاش سيل وول الانيمال سيلز او الانيمال كينجدم لما ناخدها في كلاسيفيكيشن The cells devoid of cell A wall. ما عندهمش cell wall. ولا واحدة عندها cell wall. طيب. طبعاً دي هي شاني. Nucleus. Nucleus. تمام. Nucleus. C. حازم. Permanent vacuole. Permanent vacuole. تمام. Permanent. Large. ممكن أسميها كده large. و permanent. باكيول صح كده باكيول باكيول لارج بيرمننت اي باكيول بيرمننت معناها طول الوقت موجوده طيب فيتشر اي از ميد اوف سيلولوز ايوه انا جاوبت بقى وات از سيلولوز ميد فروم سيلولوز ميد فروم جلوكوز جلوكوز ادكتيف جلوكوز عظيم نكمل مع بعض ستيت تو فانكشنز اوف روت هير سيل
two functions of root hair cell. اللي عليه الدور مين؟ Large surface area. تمام large surface area. طب بس دي function؟ لا دي مش function. دي سي في. عندها يعني ميتوكوندريا عشان large surface area. طب انا مالك يا شاني؟ بصي بقى السؤال مرة تاني. State two functions. ما قالكيش adaptations. Absorb water and minerals. تمام يبقى absorb water صح كده؟ دي function تعتبر. وإيه كمان؟ absorb إيه كمان؟ absorb minerals or mineral ions. mineral ions. وممكن طالما قلت mineral ions أحدد له زي إيه example. for example Na plus. ما تقوليش Na بس. Na plus. ما تقوليش صوديوم. قولي صوديوم ions. لأن يعني كل salts بتبقى ionized في الصويل. تبقى ionized فين؟ في الصويل. يبقى أدي two functions. لكن ليها ميني adaptations. يبقى في فرق هنا لما اجي اجاوب يا اولاد. لما اقول لك function انا هنا اهوت انا عندي CV صح كده؟ صورتي اهي وبكتب هنا CV. في الاخر الجوب بتاعتي في الاول انا طالب الجوب دي علشان ايه؟ ابقى teacher صح كده؟ teacher شغلانتي teacher اشتغل teacher بس خلاص. طيب ايه CV 1 2 3 4 كده صح كده؟ طب دي اسمها ايه؟ دي اسمها qualification بتاعتي. دي اسمها adaptation. adaptation. ربنا اعطاني ايه؟ اعطاني امكانيات ايه؟ 1 2 3 4. لكن في الاخر هتشتغل ايه؟ teacher. هما السكول اللي انا قدمت فيها تختارني او ما تختارنيش على حسب السي في وعلى حسب النيدز هما طالبين ايه بالظبط. واضحه؟ يبقى في فرق لما يسال عن function teacher. adaptation لا عندي كذا وكذا وكذا يقول لك لا مطلوب teacher مثلا يكون يقدر يدرس مثلا say بلس البايو يدرس ساينس مثلا معايا خلاص اقدر اقدم لو انا عندي ساينس كمان نولج واقدر ادرس ساينس او بايو كيمستري في بعض الناس بيدرسوا كده في بعض الناس بس بتدرس فيزيكس وكيمستري مثلا يعني في ناس بتدرس فيزيكس وماس مثلا مطلوب كذا وكذا اللي هيدرس فيزيكس بس لا ما يقدمش اند سو اون يبقى في فرق يا اولاد في كلمه فانكشن تمام كلمه ورد غطاء ابسورب ووتر absorb mineral ions like sodium ions لكن ربنا اعطاني ايه لما اسال بحاجه تاني adaptation اهي سالك هنا هو adaptation and describe how root hair cell is adapted ربنا اعطاها ايه حازم تفضل root hair cell اعطاها ايه عندها many mitochondria تمام to provide enough ATP for enough absorption of minerals and water. تمام. لا هو many a lot of mitochondria عشان release energy needed for active transport. Active transport of ions. مالهاش علاقة بالووتر. لكن extensions دي long extensions, long cell membrane, long cell wall ده علشان increase osmosis of water. يبقى لما نتكلم عن الووتر لازم تقول اوسموسيس، تتكلم عن مينرالز من حقك تقول اكتف ترانسبورت. فاهم كده؟ نقولها مرتين الحته دي يا حازم. الميتوكوندريا a lot of mitochondria needed for active transport of minerals. active uptake of minerals like sodium. ماشي؟ تنفع. كمان اللونج اكستنشن ده ممبرين فيه بروتين كارير يبقى مور بروتين كاريرز. تقدر تقول needed for active transport يبقى حاجتين انت محتاجهم في الاكتف ترانسبورت بوابه بتشتغل بانرجي اسمها بروتين كارير وايه كمان؟ والريليز انرجي انرجي نفسها السورس بتاعها ميتوكوندريا حاجتين يبقى ميتوكوندريا وبروتين كاريرز دول needed for active transport اللونج اكستنشن ده لونج ممبرين ولونج وول في نفس الوقت صح كده؟ ده معناها ايه؟ مور اوسموسيس اوف ووتر، مور ابسوربشن اوف ووتر، ده خاص بالووتر، الووتر انت عارف باسفلي بيدفعش فيه حاجه باسفلي فري. لكن المينرال لا بايد اي تي بي بايد انرجي. يبقى دي الفرق ما بين اكتف ترانسبورت واوسموسيس. تمام؟ يتقالوا. طبعا في فانكشنز ثانيه على فكره احنا ما قلناهاش ومش بالضروره قوي. يعني مثلا سكريت ستيكي سبسنس علشان تعمل ادهير مع soil particles. زي مثلا ممكن sticky substance
to find path along grains or particles of the soil. يعني بتطلع كيميكال بتحاول تعمل find path لأنها بتعمل elongation و passes through soil particles. ممكن تلقى حجارة تلقى زلط. إزاي to avoid لازم يسيك substance زي أو كيميكال to avoid obstacles أو resistance وقت الموفمنت بتاعتها. دي مش موجودة في الكتاب بس يعني فور هاند إنها بتعمل إزاي penetration وممكن يقابلها حجر يوقف نموها. قال لك لا قال لك لا ممكن to avoid. وممكن كمان حاجة كمان ممكن بعض الكتب يقول لك إنها تعمل support البلانت. في الحقيقة مش support هي سيكل سبسنس دي أدهير بس مع مين؟ مع soil particles مش أكتر من كده. أسئلة بقى MCQs. Which features are possessed by all plant cells؟ ملك اتفضلي. All plant cells. B cell wall وchloroplast not found in all. تمام. Right. Chloroplast موجودة في photosynthesizing A parts زي leaves زي stems لو كانت green. لو كانت A green herbaceous or herb stems. طيب. Which structure is present in a root hair cell but not in the liver؟ موجودة في root hair cell لكن not in liver. نيكلس. طب روت هير سيل بصي كده معايا كان فيها نيوكليوس صح كده؟ طيب يا ترى الليفر سيل دي انيمال سيل عندي وعندك صح كده؟ الليفر سيل ممكن ارسمها كده دلوقتي عامله كده مثلا يعني وادي النيوكليوس بتاعتها كده ايه ده يعني فيها نيوكليوس ما هي ايوكاريوت. لو تفتكر كان في سؤال في اكزام قبل كده أخذنا في الليفر سيل إنه ممكن يبقى فيها تو نيوكليوي. أخذناها المرة اللي فاتت. سيل رسمها كان فيها تو نيوكليوي. ودي قلنا عليها نورمال باتر في الليفر سيلز. قد تحتوي على تو نيوكليوي. هوريها لك عشان تفتكريها معي. لا الليفر عنده طبعا نيوكليوس. فين في الأول شوية. نشوفها كده من بره. اهي هي دي. اهي افتكرناها. سيل دي. دي كانت ليفر سيل وقلنا نورمال. Normal liver cell لكنها ايه تعتبر different عن typical animal cell انها have ايه او has ايه has two nuclei. Two nuclei واضحة؟ فالانيمال سيل ما عندهاش cell wall. الوحيدة من kingdoms اللي ما عندها cell wall هي الانيمال kingdom. السيلز تنتمي للأورجانيزم تبع الانيمال kingdom ما عندهاش cell wall. لكن الكلوروبلاست مش موجودة في الروتير سيلز اصلا عشان اختار صح كده؟ Not present. Not present. ما تعتبرش present. Not present. ليه؟ لأنها مش الفانكشن بتاعتها إنها يبقى تعمل photosynthesis function absorption of a water and minerals only. زي كده زي ما أخذنا في السؤال اللي هو بتاع بيبر سيلي. طيب what are the function of xylem vessels؟ xylem vessels تعمل إيه؟ مين يجاوب؟ كان مين عليه turn؟ نفكر فيها. أول ما يجي لنا حاجة زي كده الطريقة بتاعت التيبل باخد أول كولوم بس ونشوف أو أي كولوم أسهل لي. زي كده أي كولوم بس. الزيلم فيسل فور أبسوربشن ملوش علاقة بالأبسوربشن. ملوش علاقة إيه أبسوربشن. طب يا ترى فور سبورت أسهل لي إنه إيه يبقى فور سبورت. طب فور كوندكشن أسهل لي يبقى فور كوندكشن. أسهل لي دي أو دي. هو needed for conduction يعني transport و support. طيب يبقى conduction تبقى مين؟ تبقى دي صح ودي صح ودي صح. إلى الآن conduction صح. طيب support طبعا صح.
يبقى انا اختار كده اهوت المنظر ده كده الى الان. يبقى الانسر سي زي ما انت قلتي بالفن سي. اتاكد ابسوربشن، لا ملوش علاقه بالابسوربشن، كان ممكن ابتدي كده ملوش علاقه بالابسوربشن، يبقى ولا اي ولا بي. طب ابص على سي ودي اللي ليه علاقه بالابسوربشن هي روت هير سيلز بس، روت هير سيلز بس بتعمل ابسوربشن في البلانت، فما يبقاش زايلم. يبقى الانسر يا اما سي يا اما دي. واتاكد بقى من بعدها الكولون اللي بعدي كوندكشن يس، يبقى اختار على طول سي. فاهم كده؟ يبقى الانسر سي يا اولاد، يبقى الانسر سي. فين فين فين؟ اوكي سي. نكمل اللي بعدها. ها ويتش رول ديسكرايبس روت هير سيل؟ حازم بي بي. طبعا بي انسر كويسا. اوكي كوريكت انسر، الانسر بي allows water to pass، صح كده؟ يعني absorption برضو، increase the surface area، extension flatten، وكمان loses water by transpiration. طبعا لا ملوش علاقة بالtranspiration. يبقى الانسر بي. ادي سؤال اهو، ده يفكرنا بقصة الروت هير سيل اللي ما عندهاش كلوروبلاست، ما عندهاش كلورو اي بلاست. ادي diagrams والاثنين two plant cells B and Q. How does cell B differ from cell Q؟ انا جاوبتها طبعا. It has a has no chloroplast. Has no chloroplast. زيها زي root hair cells اللي احنا غلطنا فيها من شويه، او انا غلطت فيها من شويه. اوكي؟ نكمل كده مع بعض. ادي root hair cell. لو اخذنا كده مثلا سي شاني، اتفضلي. شاني طب لو مش سامعين. It has cell, it has cell wall and vacuole. تمام. البلانت سيل عندها cell wall and vacuole. اوكي بالانسر تعتبر ايه طبعا؟ cell wall and vacuole دي من characteristics بتاعت البلانت. طب نيوكليس وسيتوبلازم اي سيل. احنا خدنا فيتشرز لو تفتكروا يا اولاد، 5 فيتشرز نفتكرهم مع بعض. اي سيل في الدنيا حتى البكتيريا ينطبق عليها الكلام ده. نمبر 1 او ليتر اي، لازم سيل ممبرين، صح كده؟ سيل ممبرين. نمبر ليتر بي سيتوبلازم، صح كده؟ وسيتوبلازم جواه ايه؟ انزيمز. وايه كمان؟ جواه حاجه اسمها رايبوسومز. رايبو ايه؟ سومز. اي سيل في الدنيا لازم يكون فيها الاربعه دول بالاضافه للخمسه والاخيره هي جيناتيك ماتيريال دي ان ايه. جيناتيك ماتيريال. يعني دي سيميلارتيز ما بين اي سيل تخطر على بالك انه لازم يكون دول موجودين عشان تبقى السيل سيل. لازم سيل ممبرين، سيران سيتوبلازم، سيتوبلازم فيه سوليبل انزيمز، في رايبوسومز اونلي اورجانيل رايبوسوم شير لكل سيل حتى البكتيريا. البكتيريا ما عندهاش اي حاجه غير الرايبوسومز بالاضافه للجينيتك ماتيريال. ما عندهاش اي حاجه، يعني اقصد ما عندهاش رف اندوبلازميك ريتيكولا، ما عندهاش نيوكليس، ما عندهاش جولجي اباريتس، ما عندهاش لايسوسومز، ما عندهاش كتير. كل الاستراكشرز داخل السيل مش موجوده، ما عندهاش تمتلكش غير رايبوسومز وجينيتك ماتيريال بالاضافه في انزيمز وفي سيتوبلازم وفي سيل ممبرين. فين الرف اندوبلازميك ريتيكولا في البكتيريا؟ ما فيش. فين جولجي؟ ما فيش. فين نيوكليس؟ ما فيش. فين نيوكليولس؟ ما فيش. كل ده ما فيش في الاي بكتيريا، عشان كده سموها بروكاريوتس، دي بريميتيف اي كريشرز اللي ربنا خلقها. اعتقد ممكن نجري شويه علشان نخلص الشابتر ده، والباقي ممكن ناخد سؤال بس ده. الديزاين ده حلو يهمني. Which diagram shows chloroplast in their correct position؟ أنهي diagram shows chloroplast in their correct position؟ هل A, B, C or D؟ طبعا دي
B. طبعا الكلوروبلاست موجودة within cytoplasm. هنا هو حطيتها within cell wall ما تنفعش. هنا حطيتها كأنيمال سيل، هو المفروض بلان سيل، أي بلان سيل لازم سيل وول، لازم سيل وول، طبعا دي ما تنفعش برضه. هنا هو حطيتها جوه الفاكيول نفسها ما تنفعش. فالبوزيشن كوركت بوزيشن كلوروبلاست وزن اي سيتوبلازم اللي هو سراوند الفاكيول. تمام كده؟ طيب الانسر كده تمام. تعالوا بينا يا اولاد، يبقى الانسر بي تمام. تعالوا بينا.